عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. انا اليوم باش نحضر عجينة الشوكولاتة الكحلة باش نغرفوا بها لي كاتو اللي بالشوكولا واللي بالموكا. حضرت 200 غرام شوكولاتة كحلة. انا باش نستعمل شوكولا دو كوفرتور. نجمو نستعملو الشوكولاتة العادية زادة، اما من المستحسن نستعملو شوكولا دو كوفرتور تجينا العجينة خير. وحضرت 200 غرام فوندون، 90 غرام سكر محور، 150 غرام جلوكوز و 100 غرام منشي. توا باش نبدا في تحضير الوصفة. حضرت كسرونة حطيت فيها الماء باش نذوب الشوكولاتة في البان ماري. كي نذوب الشوكولاتة باش نحط عليها الفوندون نذوبو. الشوكولاتة باش نقصها ساعات ريفات صغار باش نذوبها. الشوكولاتة هاني كمان تقسيتها، توا باش نحطها في الكسرونة وباش نذوبها في وصفة البان ماري. الشوكولاتة بدات تذوب، ما نحركوهاش، ما نحركوها كان كيف راوها ذابت بكلها. الشوكولاتة ذابت، توا باش نحركها. شوفوا كيفاش هكا ذابت. توا باش نحط لها الفوندون، الفوندون قسيتو تريفات صغار. نحركو ونخليه هكا الفوندون حتى يذوب. الفوندون بدا يذوب، توا باش نحط عليها الجلوكوز. الجلوكوز نحطوه فوق الشوكولاتة اللي ذوبناها والفوندون. نخلط هاك الجلوكوز مع الشوكولاتة ومع الفوندون، وبعد ما نخلطوه نخرجوه من البان ماري وباش نحطولو النشا. نحط النشا كل مرة، نحط مغرفة وندخلها في وسطك الخليط. النشا هاني دخلتو بالقدا، كل مغرفة اللي نحطها ندخلو بالقدا في وسطك الشوكولاتة والفوندون والجلوكوز. توا مازال يطري في هذا النشا باش نكمل نحطو. النشا هاني كمان تخلطتو. توا باش نحط هكا السكر المحور، ناخذ العجينه باش نحطها هكايا عدلتينا. توا نطرحها هكايا شويه ونحط هكا السكر بالمغرفه بالمغرفه حتى ندخله بكله. هاك السكر هاني دخلتو، طبعا مازال كان طريف هذايا بركة، باش نكمل ندخلو. هاك السكر هاني كمان دخلتو، هكايا تجي عجينة الشوكولاتة، تجي طرية. وفي فصل الشتاء إذا كان جاتنا يابسة شوية نزيدوها شوية جلوكوز، وفي فصل الصيف إذا كان جاتنا طرية برشا وسائلة نزيدوها شوية نشاء. وفي القناة أنا عندي عجينة الشوكولاتة البيضة، تو نخليلكم الرابط في صندوق الوصف. عجينة الشوكولاتة البيضة نغلفو بها لي كاتو اللي بالبوفريوة والفستق واللوز والفاني. وعجينة الشوكولاتة الكحلة نغلفو بها لي كاتو اللي بالشوكولا واللي بالموكا. وإذا كان ما استعملناهاش في نهارها وقت خدمناها العجينة، بعد باش نلقاوها يبست نوليو نطريوها بالسخانة، يا إما نحطوها في بان ماري وإلا فور نسخنوه ونطفيوه ونحطوها شوية، وبعد كي نخرجو نلقاوها ترات. والحلال نتاعها نحلوها بنشاء. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وبسلامه، وتابعوني على قناتي باش يوصل لكم جديد الفيديوهات.